البطل يعني انا كي نذكره ولدي هو ربيته من اللي عمره 7 سنين، بطل الافريقي والعربي والمتوسطي خليل مولهي، بطل رفع اثقال، اقدم على الانتحار لذلك في لحظه يأس كبيره برشا. علاش؟ على خاطر ما لقاش خدمه بعد ما تكون، بطل افريقي وبطل عرب في عديد المحافل، عندنا صور نتاعو كيفاش علق الصبات. سامحوني تاثرت خاطر ديما كي نذكر ولدي هذاك من اللي عمره 7 سنين اللي عمره 19 سنه ربيته. عندنا شكون حتى ابطال يعني انا وصلت يعني هزيتهم انا بكرهبتي، المطر تصب وهي لابسه شلاكه، المطر تصب عليها مشات لعبت في دوله اوروبيه ومن بعدك يعني حرقت من غادي لغادي. علاش؟ باها متوفي، ظروفه الماديه صعيبه برشا. نحكيو على تهميش الشباب خاصة في الأحياء الشعبية والظروف المعيشية القاسية لتحول دون التألق نتاعهم، ومعنا الشاب جميل الوشتاتي. قلت لي حي التضامن مفخرة، حي التضامن أكبر جمعية في شمال إفريقيا في تأطير الرياضيين وإنجاب الأبطال، لكن ما يحدث في الكواليس مؤسف مؤلم. شباب بطل ينتحر، شباب بطل يحرق، شباب بطل حقق بطولات عربية إفريقية وحتى عالمية، اليوم تاكلوا السموم والمخدرات من أجل حاجة حب يحققها ما حققهاش. اليأس يخليه يعمل حاجات ما تتصورهاش. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم أنتم على تواجدكم معنا في أكبر منطقة في شمال إفريقيا، حي تضامن اللي ما شاء الله تعج بالكثير والكثير من الأبطال على المستوى الإفريقي والعربي والعالمي، على غير البطلة العالمية غفران بالخير، وعلى العديد من الأبطال كسارة الحامدي وغيره في اختصاصات أخرى. حي تضامن معروف عليها الألعاب الفردية، زاد عندها كرة قدم، زاد مستوى متميز جدا، إن شاء الله ربي يوفقهم. جمعيتك 4 جمعيات قاعد تخدم في خدمة كبيرة برشا على مستوى تأطير الشباب، لكن للأسف ديما في كل مرة نسمع نكبات تهزنا وتخلينا نرجع حساباتنا إلى 20,000 حاجة التالي. للأسف عمليات انتحار، عمليات هروب من الوطن. أبطال إفريقي وأبطال العرب عانقوا المجد في عديد من المحافل الدولية على غرارهم البطل يعني أنا كنت ذكره ولدي هو ربيته من اللي عمره 7 سنين، بطل الإفريقي والعربي والمتوسطي خليل مولهي، بطل رفع أثقال، أقدم على الانتحار لذلك في لحظة يأس كبيرة برشا. على خاطر علاش؟ على خاطر ما لقاش خدمة بعد ما تكون، بطل إفريقي وبطل عرب في عديد المحافل، عندنا الصور نتاعو كيفاش علق الصبات. سامحوني تأثرت خاطر ديما كي نذكر ولدي هذاك من اللي عمره 7 سنين اللي عمره 19 سنة ربيته، ربيناه كلنا في حي تضامن كل ولدنا. في لحظة يأس أقدم على الانتحار على خاطر ما لقاش خدمة. هذيك ضريبة في بلادنا، هذيك ضريبة السنوات اللي مضت اللي خلات الرياضة في تونس تتراجع. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في الفترة هذه يا ربي ثم حاجات صارت باهية وثم حاجات صارت خايبة. عندنا شكون حتى أبطال يعني انا وصلت يعني هزيتهم انا بكرهبتي، المطر تصب وهي لابسه شلاكه، المطر تصب عليها مشات لعبت في دوله اوروبيه ومن بعدك يعني حرقت من غادي لغادي. علاش؟ باها متوفي، ظروفه الماديه صعيبه برشا. مش تقول لي ماهوش عمل صعب اللي قاموا به، لكن راه ساعات الانسان في حاله ياس يلقى روحه ما نجم يعمل حتى شيء في ظرف الظروف اللا اجتماعية، يعني الظروف المادية زادة صعيبة للنوادي والجمعيات الرياضية على مستوى منطقة حي تضامن.
ان شاء الله سلطه الاشراف وان شاء الله السلطه الجهويه والمحليه ترانا بعين الرحمه، واحنا رانا قادرين باش ننجبوا. هو من واجبكم تاطير الشباب، تاطير الوليدات رياضيا، لكن ايضا من واجب الدوله انه الاف الشباب الصغير كيف من هكا تهتم به وتعطيه الامكانيات حتى ما تصيرش حكايات لا انت انتحار ولا حرقة ولا سقوط في المخدرات والحكايات اللي نحكيه عليها. احنا قاعدين نسعى بكل بشتى الانواع وبشتى الوسائل اللي قاعدين نخدموا بها، انه رانا قاعدين نأطروا ما شاء الله في الاف الاف المؤلفة من الرياضيين والرياضيات، والدليل انه من سنة 2002 ما شاء الله فوق الألف يعني 1500 ما بين أبطال أفريقيا والعرب على مستوى الجمعيات الرياضية على مستوى مدينة التضامن. راه كي نجيو نحسبوا عدد زاد الأساتذة المتخرجين من المعاهد العليا للرياضة بصفاقس أو قصر الصعيد أو الكاف، زاد كيف كيف نقوا ما شاء الله العديد والعديد من الأساتذة. عندنا ما شاء الله وليداتنا برشا مؤطرين، سافروا إلى دول الخليج ولا الدول الأوروبية وقاعدين يشتغلوا غاديك إن شاء الله ربي يوفقهم. صحيح ثم المعاء وثم الضد، يعني الحمد لله قاعدين نخدموا، لكن ديما الحاجات الباهيه وقت اللي تصير لك حاجه خايبه هي اللي تخليك انك تأيس شوي، ولكن ترجع وتقول الحمد لله انه ثم رجالات وثم حراير في تونس انه قادرين انه نكونوا ما اكثر ونكونوا ما خير ان شاء الله يا ربي. زاد عندنا قاعه واحده بركه في على مستوى مدينه التضامن، ان شاء الله زاد قاعه اخرى باش تحاول انه تنفس، خاطر اربع جمعيات في قاعه واحده ديما يقعد شويه الاماكن الرياضيه، فهمتني اللي قاعدين اللي يمارسوا فيها الرياضه. ملعب على مستوى كرة القدم عنده ملعب برك في على في المنيلة، هو حي تضامن ما عندهاش ملعب نتاع كرة قدم تتدرب فيه. ان شاء الله ربي يوفق الجميع، وان شاء الله حي تضامن ديما الفوق، واحنا رانا قادرين انه نصنع ابطال عالم، والحمد لله وصنعنا ابطال عالم وصنعنا ابطال اولمبيين، لما لا انه نصنع يعني خير منهم ان شاء الله اذا توفرت جميع السبل والامكانيات المتاحه للقيام بهذه الاعمال الكل ان شاء الله.